وجدت نفسي هنا، هنا حيث الاختلاف، حيث لا شيء يشبه موطني. حتى الأرض التي تدوسها قدماي مختلفة، شوارع، مباني، بيوت وأناس مختلفون يتحدثون بلغة أخرى غير التي عهدت سماعها منذ صغري. اختلاف حتى في الطعام، في طريقة الأكل، في أصغر الأشياء والتفاصيل. أصحابي ليسوا على بعد 10 دقائق مشيا على الأقدام من منزلي، بل هم على بعد 8 ساعات تحليقا في السماء. بعد ساعات العمل المتواصلة أستأذن الجميع عودة إلى منزلي. منزلي؟ لا، إنه لا يحمل المعنى الحقيقي للمنزل، طريق مختلف غير الذي اعتدت على سلوكه منذ صغري. سأعود لمنزلي لكن لن أجد أمي، أبي وإخوتي بانتظاري. مكان أعيش فيه يفتقر سمات المنزل الحقيقي، أثاث مختلف، طريقة بنائه مختلفة، رائحته مختلفة أيضا. بعد ذلك البعد الطويل عن الوطن تولد فينا صرخات الشوق للديار، للوطن الأم، للحياة، للجمال، حنين يقتلنا، يباثر أيامنا ليجعل أياما تجري بكآبة، انتظار ليوم تلامس فيه أقدامنا أرض الوطن. ولكن لما لا أصنع شيئا يشبه الوطن بنفسي؟ مكان أنتمي إليه، منزلي سيحمل سمات منزلي الحقيقي، ليست كلها بل بعضها، لعل ضجيج الشوق يسكت. بدل هذه الجدران البيضاء ستغطي صور عائلة المكان، كل شيء سيكون كما يروق لي أنا. حتى طعامي وطريقة الأكل. أهلي سأتواصل معهم يوميا، وكأن لا توجد مسافات طويلة بيننا. أصدقاء سأكون علاقات جديدة، سنستمتع سويا، نلعب، نصنع الجنون، لنخرج بأيام رائعة أتذكرها وأخبر أصحابي وأخوتي بها حين عودتي للوطن. عالم جديد سأعيشه بمتعة، أجرب، أكتشف، أتعلم كي أصنع شيئا جميلا أعود به لوطني. وطني الذي أشتاق له، لكن غربتي عنه وابتعادي لن يسرقا ملامح أيامي الجميلة، بل سيزيدان أيام غربتي متعة. ففي النهاية سأعود له، سأعود للمكان الذي أنتمي له، وسأروي ظمأ ولهفة فؤادي به.